طبعا عبر تاريخ النادي الاهلي الحقيقه كان في مجموعه كبيره جدا من المدراء الفنيين المحترمين جدا المحترفين جدا، ولكن على مستوى محبه الجماهير ليهم مش كلهم يتقال عليهم حبايب الاهلاويه، لكن على راس قائمه حبايب الاهلاويه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني طبعا الاسبق للنادي الاهلي، اللي امبارح وجه رساله لجمهور النادي الاهلي خلال زيارته الاخيره لمصر في رحله عمل، هو موجود هنا عشان بيصور اعلان، وقال جئت لمصر لبضعه ايام وزيارتي هذه المره قصيره للغايه، قضيت سنوات عديده من حياتي هنا وهي الافضل مع النادي الاهلي، احبكم كثيرا، دائما كنتم معي رائعين ولن انسى هذه السنوات، اتمنى لكم الافضل دائما، عمري الان هو 77 عاما ولن انساكم ابدا. امال ايه؟ 77 طبعا ربنا يديله الصحه، وطبعا شكر الجمهور قال لهم نصا شكرا على كل ما قدمتموه لي. وبرضو الجدير بالذكر عايزين برضو نعرفكم ان كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر الاسبق برضو هو كمان يعني شير صوره ليه مع مانويل جوزيه عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، وكتب عليها تعليق وقال افضل الايام عشناها داخل جدران النادي الاهلي كنت افتقده كثيرا. طبعا جوزيه زي ما حضراتكم اكيد عارفين تولى تدريب النادي الاهلي في ثلاث ولايات مختلفه ابتداء من مطلع الالفيه، وخلال هذه الفترة حصد مع لعيبة النادي الأهلي ومع جماهير النادي الأهلي 20 لقب مع الفريق بين دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي كاس مصر والسوبر الإفريقي برونزية مونديال الأندية 2006، فاحنا بنتكلم على مدير فني استثنائي ومحبة الجمهور ليه كمان استثنائية كمان. لا ده من الناس اللي لن تنسى يعني طبعًا. في كده رموز بتبقى فعلا لن تنسى، هو مانويل خوسيه من الناس اللي عمرك ما هتنساهم، واللي كان دايما بنقول احنا نفسنا في مدير فني زيه من بعد ما رحل يعني او بعد ما ترك النادي الاهلي او بعد ما انتهى تعاقده مع النادي الاهلي، كلنا كنا بنقول يا ريت حد يجي، بس هو كان وشه حلو على فكره على النادي الاهلي لان السكواد اللي كان معاه مش طبيعي يعني هتقول بقى هو راجل استثنائي مدير فني اكثر من رائع، بس هو كان محظوظ ان هو كان معاه هذا السكواد وقتها. لا لا النادي الاهلي وقتها شوف الاسم كل اسم يعني بجد مدرسه. لا حقيقي فترة لن تنسى في تاريخ النادي الأهلي، وهو على فكرة بيحب النادي الأهلي بشكل كبير جدا على المستوى الشخصي، الناس اللي تعرفه أنا قابلته في الحقيقة يمكن مرتين، راجل لطيف جدا يعني أو كان لطيف معايا يعني معرفش هو في العموم، بس هو معروف عنه الصرامة في الملعب وفي أوضة اللبس بالمناسبة، بس هو عنده كان ذكاء إن هو بيعرف يتعامل مع كل لاعب على حسب شخصيته، ودي نقطة كويسة جدا لأن هو معروف عنه الصرامة، فكان في لعيبة كتيرة شخصيتها قوية ما بتقبلش الطريقة اللي هي فيها عنف، هو كان يمكن في اصطدام شويه بس في الاخر هما كانوا بيحبوه، فهو ده دي المعادله الصعبه عند اي قائد عامه يعني. فرساله كانت جميله طبعا انتشرت بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، اهلاويه عملوا لها شير، ناس حبت جدا الرساله اللي زي كده، فلا رمز جميل واكيد سعداء ان هو بيجي بيزور مصر، ما اعرفش ايه الاعلان طبعا اللي بيعمله هنشوف، بس يعني سعداء ان هو اكيد مره تانية في مصر وزيارته للنادي الاهلي.